معركة شكلت إحدى المحطات بالغة الأهمية في الحرب الروسية الأوكرانية، المدينة التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة كونها تطل على بحر أزوف. معركة ماريوبول بدأت بحصار الروس للمدينة عقب يوم واحد من بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، واستمرت لمدة ما يقرب من 3 أشهر عندما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على المدينة في 20 مايو قبل عام من الآن. كانت مدينة ماريوبول الساحلية وميناؤها مسرحا لأشرس المعارك التي شهدتها أوكرانيا، وشكل مصنع أزوفستال أحد بؤر هذا القتال العنيف الذي دار لأشهر بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية، عندما تحصن آلاف المقاتلين داخل هذا المصنع في مسعى للمقاومة وصد الهجمات الروسية. والآن وبعد أن أحكمت روسيا سيطرتها الكاملة على ماريوبول، تحاول روسيا ترسيخ وجودها هناك، فيما تشهد المدينة قصفا أوكرانيا بين الحين والآخر لبعض المواقع الروسية. أما مسرح ماريوبول الذي كان الأوكرانيون يستخدمونه كملجأ وذاعت أخباره آنذاك عندما قصفه الروس، فقد تم البدء بهدمه في ديسمبر، ومن المخطط أن يصبح المسرح في قلب المدينة الجديدة حسب الخطة الروسية لإعادة إعمار المدينة. وتجول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيارة وتحدث مع سكان في المدينة في زيارة كانت في 20 مارس الماضي، وعلى ما يبدو بهدف توجيه رسائل مفادها أن موسكو تعترف بالمدينة جزءا من أراضيها.